مباحثة وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار مع ناظره السنغالي هم تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، كما شملت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إفريقيا ودوليا. اللقاء كان مناسبة لتجديد موقف السنغال الثابت من الوحدة الترابية للمملكة. بالنسبة للقضية الصحرائية المغربية، فإننا نجدد التأكيد على موقف السنغال الواضح والثابت بخصوص هذه القضية، ونستمر دائما في الاعتقاد أن الصحراء مغربية وموقفنا سيظل ثابتا. إفريقيا تحتل دور أساسي في التوجهات الاستراتيجية وفي علاقات الخارجية للمغرب، والسنغال يلعب دور أساسي في إطار هذه العلاقات نظرا للعلاقات والاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية اللي تم توقيعها ما بين البلدين، والدينامية اللي كتعرفها هذه العلاقة بفضل التوجيهات والدعم لجلالة الملك، وبالطبع كذلك توجيهات ودعم الرئيس السنغالي. إذا كانت زيارة الحمد لله موفقة، عرفت كذلك الاستقبال من طرف الرئيس السنغالي، وكانت فرصة كذلك للتأكيد على كل هذه الجوانب، وكذلك الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك ديال التحية ديالو والتقدير ديالو لكل ما يقوم به جلالة الملك تجاه هذا البلد الشقيق وتجاه إفريقيا بشكل عام. وبمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان لوزير الشؤون الخارجية والتعاون لقاء مع رئيسة المجلس، أكد خلاله الجانبان على توطيد العلاقات الاقتصادية. تطرقت المباحثات لتطوير الشراكة الاستراتيجية والتي تستهدف ترجمة أهدافنا المشتركة على أرض الواقع طبقا لتوجهات قائدي البلدين جلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي ماكي سال. زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون للسنغال هي فرصة إذن لدعم التعاون جنوب جنوب وتجديد العزم على مواكبة السنغال في جهودها التنموية في القطاعات الاستراتيجية.